مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد في حضره المساء وفقراتنا العديده والمتنوعه والتي نتمنى دائما وابدا ان تنال على رضاكم واعجابكم، وبكل تاكيد نسعد كثيرا بان نكون دوما جزءا من التفافكم الجميل عبر شاشتكم المفضله دائما وابدا، شاشه قناه الهلال الفضائيه. مساء سعيد عليكم مشاهدينا في كل مكان، ومساء سعيد عليك صف العبور. مساء الخير زميل محمد خير، ويمكن يعني للامانه كذا اول مره اشتغل مع اول مره يتلاقي صراحه مبسوط جدا صراحه، نفس الشعور اكيد يعني اكيد جدا. ويسعد مساك محمد خير، ويسعد مساك كل متابع ومشاهد لقناه الهلال الفضائيه وين ما كنت بتتابعنا داخل وخارج الوطن الحبيب. بكل تاكيد حلقه جديده من حضره المساء، وبدايه اسبوع جميل على كل المتابعين والعديد من الفقرات المتنوعه والمتميزه كمان. ومحمد خير، يمكن بداية الأسبوع دائما بيكون مليان تفاؤل، مليان أكيد، مع أنه رغم أن شغالة والموظفين دائما ما بيحبوا يوم السبت أصلا. صحيح صحيح، لأنه خلاص بجزء الجمعة السبت إجازة، لكن بيكون فيها استعداد للعمل ابتداء من يوم الأحد. لكن إحنا بداية أسبوعنا في قناة الهلال الفضائية بداية جميلة بكل تأكيد، بداية أفراح اليوم طبعا عرس الزميلة العزيزة سارة وديدي، نقول لها ألف ألف مبروك وربنا يتمم لك على خير، وإن شاء الله بيت مال وعيال إن شاء الله. اليوم أسرة قناة الهلال بكل تأكيد محتفلة مع الزميلة العزيزة سارة وديدي، وعقبال الباقين في قناة الهلال وأولهم صيف العبور. طبعا ما في موضوع جديد يا صيف ولا حاجة، نبشر إن شاء الله إن شاء الله مع بداية أسبوع كده يكون في خبر جديد إن شاء الله، في تطورات جديدة إن شاء الله. وبنتمنى ل يعني سارة وديدي الزميلة الإعلامية إن شاء الله يا رب العالمين يعني بيت مال وعيال. وطبعا الليلة كل أسرة الهلال فرحانة بالجد للزميلة سارة وديدي، وإحنا نقول الأفراح بكل تأكيد من هناك أكيد إن شاء الله. أكيد إن شاء الله ربنا يتمم على خير ويديم الأفراح علينا في قناة الهلال ولكل الزملاء الإعلاميين في كل مكان بكل تأكيد. وأفراح وطننا الجميل السودان تتواصل في كل زمان ومكان. حنبدأ معاكم بحديث بكل تأكيد عن واحد من أبرز نجوم الهلال، وللأسف هو يعاني من أزمة مرضية حادة، واحد من اللاعبين الذين قدموا الكثير لنادي الهلال، قدموا الكثير للمنتخب الوطني، كان واحدا من أميز من لعبوا في مركز الظهير الأيسر، الكابتن عبد الله موسى المر، والذي يعاني من عارض صحي كبير جدا يا صيف ألزمه الفراش. وبكل تأكيد نداء للجميع، الرجل قدم الكثير لكرة القدم السودانية، نداء للسادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة، الوزراء، السيد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، السيد رئيس نادي الهلال، الهلالات حول العالم في كل مكان من أجل يعني تقديم يد العون والمساعدة لهذا النجم الكبير والذي يحتاج منا لوقفة كبير، الكابتن عبد الله موسى. نعم، يمكن عبد الله موسى قدم الكثير طوال العشر سنوات يا محمد خير، عشر سنوات وهو يقدم للهلال بصورة كبيرة جدا، ويعني هو يمر بظروف الآن يعني ظروف حرجة جدا يعني. صحيح بكل تأكيد، يعني نتمنى إن شاء الله الشفاء للكابتن عبد الله موسى المر، وإن شاء الله يعني بهذا الأمر لن يأتي إلا من خلال وقفة الجميع مع هذا النجم الكبير الكابتن عبد الله موسى المر. ونتمنى أن نجاهد دائما الهلال في كل مكان والرياضيين في كل مكان، نختلف أو نتفق حول كرة القدم، ولكن دائما ما نتفق في يعني كل هذه الأمور الاجتماعية الجميلة في أفراحنا في أحزاننا في أطراحنا في كل مناسباتنا كرياضيين بنكون دائما موجودين، ومجتمع الهلال لا يزال بكل تأكيد مترابط ومتماسك بشكل كبير جدا. نعم، عشان نسأل برضو عن ونعرف أكثر عن حالة الكابتن عبد الله موسى المر، معنا عبر الهاتف شوقي الكابتن شوقي عبد العزيز. اهلا وسهلا بك، مرحبا بكم، اهلا بك يا استاذ سيف العبور، وتحيه لك محمد سيف، وتحيه لقناه الهلال الفتيه، وايضا مبروك لبنتنا ساره وديدي، ربنا يجعل لها باكمال وحلال وبالرزقيه والبنين ان شاء الله. امين يا رب العالمين. كابتن شوقي سعيد والله بسمع صوتك، ويا ريت تطمنا على كابتن عبد الله موسى، يعني الحاصل عليه وشنو الان وكيف الوضع الصحي بتاعه؟ والله الحمد لله، هو اخونا كابتن عبد الله موسى قبل اسبوعين كده على وجه التغريد او يعني هو ابتدى يعاني من بعد رمضان
تعب شديد كده وقعد شويه طلع لا يقوى يعني على الاكل والرجلين بقت ما لها علاج. عموما قدرنا تحركنا قبل اسبوعين على وجه التغريب، عملنا يعني صوره مقطعيه بالدول المغناطيسيه وتحليل الدم والبول وكورونا وكل الفحوصات اللازمه، ونشكر مركز الطبي الحديث بالاخص الدكتور الدرديري محمد عبد الرحمن، وايضا رويال كير بدوا البدايه الاولى وجينا المركز الحديث، وايضا الدكتور كردفاني الدكتوره برضه عملت تحاليل. الان هو بياخذ في جزاز دم لانه محتاج لدم، لانه اللوكيميا في الدم بتحرق الدم وكذا، فاخذ ثلاثه زجاجات، فاضل لي الزجاجه الرابعه جمعت اليوم، يبدا بعد ذاك الجرعات بتاعت العلاج بتاع الذره في الاسبوع القادم، وهي جرعه واحده كل اسبوع يكون فيها خمس جرعات. فنحمد الله على كل حال، والحمد لله في عدد كبير من اصحاب الهلال وزملائه في الهلال وقفوا معاه وتحركوا معاه وفي واحدين ساهموا بالمال عبر الحساب بتاعي، والان يعني نادي الهلال ذاته يترقب منتظر يشوف التكلفه الاخيره بتاعت الجرعات هتكلف كم عشان يقوم بدفعها لعبد الله. نسال الله انه يجد العلاج في يعني داخل السودان، واذا ما توفر ان شاء الله بنبعثه خارج السودان سواء مصر ولا الاردن باذن الله. نعم كابتن شوقي، برضو احنا عاوزين نعرف المطلوب شنو عشان ممكن يعني حالته تتحسن، يعني طلبوا منه شنو الدكاتره؟ والله احنا هسه في المرحله بنسال الجميع الدعاء له بعد كل صلاه ربنا يشفيه ويعطي له الشفاء، والامور ماشيه كما ينبغي. يعني احنا ما دارين نتجاوز الاطباء والدكاتره لانهم شخصوا المرض وحددوا العلاج، فبعد ما ياخذ العلاج اذا الحمد لله شفي تماما الحمد لله على كل حال، اذا ما شفي بعد ذاك الناس المرحله القادمه انه يحاولوا الناس يسافروا خارج السودان ويكون هو ذاته يقدر يتحرك شويه على قدميه. نعم. لانه هو حتى ضعف شديد، هو المفروض ياخذ كم جرعه يا كابتن شوقي؟ خمسه جرعات ابتداء من الاسبوع الجاي. كل جرعه في كل اسبوع جرعه واحده. نعم، عندك فكره الجرعه بتكلف كم يا كابتن شوقي؟ والله مبدئيا كده زي 80,000. نعم، يعني خمسه جرعات يكون 400,000، هذا ما مبلغ كبير يعني نادي الهلال قادر عليه يسدده. نعم صحيح. هو المفروض ياخذها في مستشفى الذره. اي مستشفى الذره مستوصف الامل، وبيطلع يمشي البيت لانه بعد ساعتين بيقدر ياخذ يركب العربيه. على اساس انه ما في حاجه في العامل، يعني ما ممكن يقعد 6 أيام ساكت في المستشفى بدون علاج او معاه زول مرافق وتكلفه ماليه ما لها داعي، ياخذ معاه طوال وياخذ الجرعه. نعم يستريع شويه مجرد ما يتمر، بعدين بنرحله البيت يكمل الاستشفاء بتاعه في البيت وياخذ غذائه في البيت ويجي الجرعه الجايه في الاسبوع البعض. نعم، كمان ذكر لنا انه برضه يعني انه هو يعني مشى مستشفى الذره وما كان في سرير موجود، كيف حليتوا المشكله دي؟ والله هم قالوا، هم كان في الاول طلبوا انه يكون في سرير، لكن قالوا نعم. السرير ما مشكله لانه ما في علاج يومي، فاذا وجدتوا اي مكان قريب او اي مستشفى ياخذ فيها الجرعه ممكن ياخذ الجرعه يمشي البيت. احنا راينا انه يعني رقاده في اي مستشفى، حتى عندنا مستشفى الموده بتاعت اخونا الخليفه مختار مكي رجل هلالي كبير كبير ومستعد يعني يرقدوا الخمسه اسابيع، لكن بنفتكر انه حيكون في عبء عليه وعلى المرافق وعلى الناس يزوروه هناك المستشفى، فطالما ممكن ياخذ الجرعه ويمشي البيت افتكر افضل يكون. نعم. في البيت 6 أيام مرتاح اخوانه واخواته وياخذ الغذاء الواجب بعد ذاك يجي للجرعه يعني، لكن لو كان في علاج يومي كان لابد ان يشوف له سرير ويكون معاه المنافس ويكون مستمر معاه يوميا يعني. نعم الحمد لله يعني الاخوان ما قصروا والناس كلها يعني بتسال عنه ويعني جزاهم الله خير، واحدين من زاروه واحدين من جو حصلوا في المستشفى وكذا. نعم. ان شاء الله يعني نسال جميع الهلالات ان يدعوا لي وعند كل صلاه بالشفاء العاجل ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يمن عليه بالصحه والشفاء التام. اشكرك جزيل الشكر الكابتن
شوقي عبد العزيز، شكرا لك على هذه الرؤية الخاصة بالحالة الصحية لنجم الهلال السابق والمنتخب الوطني الكابتن عبد الله موسى المر، خالص الأمنيات بالشفاء التام من رئيس مجلس إدارة قناة الهلال والسيد المدير العام وكذلك كل العاملين بالقناة للنجم الكبير عبد الله موسى المر، والكان واحد طبعا بكل تأكيد من أميز وأبرز النجوم الذين تم التوثيق لهم من خلال قناة الهلال. البدايات ككل لاعب كورة، أنا من مواليد مدينة عطبرة بلد الحديد والنار، أرض عمالية. نحن قبل ما ننتقل إلى الروابط أو قبل ننتقل إلى الضمير، نحن كنا بنلعب في الحواري زينا زي أي حي من أحياء السكة حديد، عنده ملعب أطفال بيتمرنوا، في ناس أكبر منهم وفي وهكذا. نحن يعني نحن بدأنا بالرؤية، كنا بنقعد بنعايل الناس بيلعبوا كورة كيف والحاصل شنو وبتاع، وبعد ده بقينا نخش الميدان وكل الناس بيلعبوا مع القدرهم. يعني بحي السكة حديد نحن كنا ساكنين في بيوت الصاج، بيوت الصاج دي تعتبر في 41 بيت، ده بتاع السكة حديد يحدها من الجانب الشمالي نادي الأمير ومن الجانب الجنوبي حي المدفعية، وشرقا دار استاد عطبرة وغربا السودنة. في هذا الحي الصغير ده في 41 بيت ده، نحن كان عندنا 3 ميادين في هذا الحي، ميدان في الناحية الشرقية وميدان في نص البيوت وميدان في غرب البيوت. بنشكل بهذا المنظومة بنلعب إلى أن تعلينا، ونادي الأمير كان في وسطنا هذا النادي العريق، ونحن اكتسبنا منه الكثير. يعني قبل ما نخشه لما تم اختياري لمنتخب للفريق القومي السوداني، أنا كنت سعيد جدا جدا. منها بدأت الرحلة من عطبرة إلى الخرطوم، وبعدين يعني ما لقيت توقف. يعني الوالد رحب جدا جدا، حتى سأل من إنه أنا لما أجي ماشي عطبرة، من عطبرة جاي خرطوم ماشي بشنو؟ قلت له والله أنا الاتحاد أداني نسرية وأداني ترين سود وكدارة، وأخوي كان أحمد موسى كان قاعد، قال له خلاص كان كده وخلاص طيبها وتذكرة القطر. هو كان بيركب درجة تانية وأنا الاتحاد أداني تذكرة درجة أولى، دي أبهرته جدا جدا. وإضافة لأنه قلت له هذا دوني 10 جنيه نسرية ما داري قرش، ضحك وقال أي قال لي يلا وضعتك الله ومع السلامة لك. ومنها سافرت جيت الخرطوم، طبعا جينا لقينا الفريق القومي التمارين كان فاتحة، ما كان في معسكر، لكن كان في معسكر لعيبة الأغاليم، كان في الفندق بتاع البحر الأحمر في السوق العربي. كان معي فتاح وعبد الله بتاع كردفان، عبد الله فضل، عبد الله جمع، عبد الله فرج الله، وكان في واحد اسمه ترينتي من اولاد مدني رحمه الله عليه، وكان في الفتاح ديبه. للصدمه الغريبه انا وفتاح سجلنا في الهلال في نفس الوقت طوالي، يعني بعد ما نحن يعني بنواصل تماريننا وبتاع انتهت الفتاح، ما الفتاح لا سافر لا انا سافرت، انا جاي راجع الخرطوم اذا بيها اقابل السماني وعمك شبشه وزغبير يجوني في الاستاد يرحبوا بي يسلم علي وبتاع. وانا تعالى بعد كده ما طبعا ما في طريقه اقول حاجه، رحبت بالناي وجيت، وفي نفس الوقت سالوني قلت لهم انا الله بقرا وشغال وبلعب كوره وبلعب كوره، قال لي اي حاجه نديك تاع الدائره تعملها نديك لها ما عندك مشكله. كره البلديه يعني انا كنت يعني متسلح الحمد لله، انا من عطبرة يعني كان مستواي في، ولكن جاء كمان مستوى اللياقه ارتفع اكثر والمعرفه والصداقات وتشوف وشفنا اللعيبه عن قرب وبتاع، والناس يعني الحمد لله والمستوى زاد يعني حفاظا للهنا. وما اقول لك سير انه انا يعني ساكن مع كيجو والهلال فاتح لي مطعم الاخلاص حساب، يعني بمشي بطعم الاخلاص ده بالغدا بس، فطور بكون في الشغل الوقت ده، الغدا بيتغدى في مطعم الاخلاص الساعه 4 بمشي تمرين.
وصلنا هاجات كورتبروف، كورتبروف لعبتها بمستوى كويس جدا جدا. فالغرمول ده ابراهيم صالح قلت لك الله يرحمه جا قال لي عبد الله تبع الليله مع امتحان حقيقي. المولى دي عندهم بشير عباس وبشير التكلة. البشير ده سريع وقوي وشوات. ده كان امتحان حقيقي لك. قال لي زود قفلته انت خلاص بيكون دخلت لينا نحن بعد كده هنخدك في جيبنا. يعني حتبقى لاعب اساسي. لاعب اساسي. البشير ده حاورك بشبيك كتير وبتاع ترجع عبر. ما حسيت بالخوف من الحاجة دي؟ ابدا. الواحد لما يكون لاعب متسلح ما اظن بيجيو حاجة يعني. الواحد واثق من نفسه الحمد لله يعني. ونحمد الله ان الواحد يتوفق في هذا المصير.